بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني اوفيت بوعدي وان احنا التقينا اهو خلال هذا الاسبوع وحلقه وقفه عيد الاضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. وزي ما وضحت في الفيديو بتاع يوم السبت ان احنا يعني اتاخرنا لاسباب هنبقى نتكلم عليها بعد كده. باذن الله وفي بعد مع حضراتكم في الفيديو اللي انا نشرته يوم السبت ان الحلقه دي هنخصصها للحديث عن امر اللواء عمر سليمان، هل هو حي ام ميت وايه اصل الموضوع كله. بس في البدايه حابب يعني ايه اذكر اللي ناسي واعرف اللي مش عارف ان جهاز المخابرات العامه المصريه جهاز انا بعتبره جهاز محظوظ، لانه الظروف خدمته في انه يولد كبير من خلال الايقاع والقبض بشبكه عمليه لافون في القاهرة سنة 54 اللي كانت بتستهدف مكاتب الاستعلامات الامريكية في القاهرة واسكندرية وبعض المنشآت العامة والخاصة. ويمكن ده اللي كان بمثابة الاعلان الرسمي عن جهاز المخابرات العامة المصرية وقدراته وامكانياته، حتى لو كان المباحث في الداخلية كان ليها دور في هذا الامر فهذا برضه يحسب في النهاية لمنظومة العمل الامني اللي قادتها المخابرات العامة في هذا الوقت. الخطر دائما يتربص بها، لكنني عقابها الحارس. انقض عليه كالصاعقة محققا نبوءة حورس بأنك مصر دائما في أمان وملء القلب والعين. شعار المخابرات العامة المصرية التي كانت على موعد فور ميلادها مع تحد جديد من نوعه، فضيحة لافون، كانت أول صفعة لجهاز الموساد الإسرائيلي. جهاز المخابرات المصرية الوليد يحكم قبضته على هذه الشبكة التخريبية التي زرعها الموساد بمصر، وكانت تهدف إلى تفجير منشآت مصرية وبريطانية وأمريكية لتدمر العلاقة بين مصر وهذه الدول وتؤخر قرار إنجلترا بالجلاء عن مصر. ويمكن عملية لافون تحديدا كمان هتاخدنا لشخصية مهمة جدا في العملية، تم عمل معاها كوموفلاج معين كده عشان يقعد في مصر ويبقى تحت سيطرة الجهاز، ووهمنا اسرائيل بان هو مات، وهو الضابط الاستخباراتي او ضابط الموساد ماكس بينيت. ويمكن هو ظهر في مسلسل رأفت الهجان وظهر من ضمن التشكيل بتاع العملية، هو هنتكلم عنه دلوقتي طبعا عشان ناخد بيه مثال لكيفية الإخفاء، زي تخفي شخص بأنه تدعي أنه مات. نيجي سريعا، يعني طبعا المخابرات تاريخها مليان بعمليات شبيهة حاجات زي كده، يعني سواء الحي وبنموته او الميت وبنحييه، يعني في عمليات شبيهة كتير سواء داخل مصر او خارج مصر للاستخدام هذا النوع من الخداع. نيجي للحديث عن اللواء عمر سليمان في حد ذاته. في انتو سريع كده هنلاحظ ان هو الشخص الوحيد اللي تولى رئاسة الجهاز حوالي 20 سنة، يعني هو في حد ذاته بنفسه كده هو اصبح جهاز، يعني يبقى اكيد له تأثيره في الجهاز نفسه، في تطويره، في تشكيل رجاله، في تشكيل لجان العمل او فرق العمل الى اخره. بالتالي في استراتيجية كبرى هو اسسها في الجهاز طوال 20 سنة، خصوصا كمان ان هو كان بيشتغل مع رئيس ما عندوش عزيز، يعني ما بيقعدش حد عشان يجامله. لو هو مش بينفذ في مصالح مصر وفي صالح، برضو عشان نكون منطقيين، يعني ان اللي في صالح مصر ده اكيد يقوي النظام السياسي لمبارك، فهو مش هيضحي بشخصية قادرة تنفذ استراتيجية أمنية معلوماتية واستخباراتية بتجيب له هدايا بين الحين والآخر يفرد بها عضلاته سواء قدام شعبه أو أمام العالم أو في الغرف المغلقة، لأن مبارك برضو كان حريف غرف مغلقة، يعني بياخد الملفات يعرف يلعب بيها كويس في الغرف المغلقة باعتراف الأمريكان. وأنا زي ما قلت قبل كده مش من محبي مبارك ولا من أنصاره، لكن دي حقيقة نقولها في حقه. يعني
وبالتالي يبقى امر اخفاء الجنرال مش صعب ولا جديد على جهاز المخابرات العامه المصريه كجهاز، ولا صعب على هذا الرجل الذي راس هذا الجهاز لعشرين عام. ولا على رجاله اللي هو اكيد دربهم وعلمهم وفهمهم ويعني اثقلهم بخبرات كتيره. هنناقش النهارده امر ازاي هو حي وليه وايه اللي استندنا عليه. لكن اول طبعا رحب الدكتور محمد، نقول له السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يكرمك، كل عام وحضرتك بخير وحضرتك بالصحه والسلامه والامه العربيه والامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب. كنا نرجو ان هذا العام يكون الحج ممتلئ زي ما بيمتلئ الاستادات وتمتلئ الاحتفالات وتمتلئ الساحات. يعني كان نفسنا نشوف المشهد ده، لكن للاسف يعني ناس كتير بعت لنا هم متحسرين وبيقارنوا ما بين مشاهد ومشاهد. فتحب تقول لهم حاجه قبل ما نبدا كلام؟ اكيد. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. كل عام والأمة كلها بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأعياد القادمة في حال غير الحال، وتكون مستجدات تسعد القلوب أو تهيئها على الأقل للفرح الأكبر إن شاء الله تعالى. اللهم أمين رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد يا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك ومقدار قدرك. نعم والله مقدار قدرك، مقدار قدرك الذي يغيظ كثيرا حتى في هذه الأمة التي تدعي أو يدعي بعض من فيها الانتساب لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعترضون على كلمة قدر رسول الله، لكن قدرهم هم وشيوخهم وآباؤهم وأمهاتهم لا مانع. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد يا حبيب الله يا حبيب الله. وهل تجوز كلمة حبيب الله لغير سيد الخلق والوجود، سيد ولد آدم، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد يا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي لا يستطيع مخلوق من المخلوقات أن يحيط بقدرها إلا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والوصي الإمام علي، والسيدة الزهراء سيدة نساء العالمين، وسيدنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، والسيدة زينب الحوراء رئيس الدواوين وأئمة أهل البيت بخاتمهم الإمام المهدي سلام الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد يا حبيب الله، صلاة ترضيك وتراضيهم بها وترضيهم بها عنا، اللهم أمين يا رب العالمين. بدء الحقيقة جاءني مثل ما جاء سيادتك من أسى بصور وفيديوهات مقارنة. نعم. وهذا الكلام قلناه، يعني أعتقد الكلام ليس جديدا. نعم. إن احنا أبلغنا كل القيادات على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي أن تتقي الله في شعوبها. نعم. قلنا من قبل إن هناك أماكن للمهرجانات مفتوحة، ومباريات كرة القدم مفتوحة،
وانا كنت لاعب كره قدم قديم. نعم. فعشان ما حدش يفهم ان انا ضدها يعني. نعم. عشان نعم. في البعض بيحرمها بكل اسف برضه. نعم. من التيارات الجهول دي. فكذلك البعض المنتديات المصايف نفسها. صحيح. الان فيعني الصدق مهم. الصدق مع الله سبحانه وتعالى اولا ثم مع النفس. ثم مهم جدا الانسان يكون صادقا مع نفسه بغض النظر بقى هو قائد شعب هو زعيم هو ملك هو رئيس الى اخره. مهم يكون صادقا مع نفسه ثم مع شعبه. وطبعا بين السطور اشياء مش محتاجة تعليق يعني الكل يعلمها. نعم. لكن من المؤسف ايضا ان نرى اليوم والحلقة طبعا كل عام والامة جمعاء هتبثها سيادتك في عرفات وقفة عرفات ليلة العيد. فرنسا اليوم الاف مؤلفة تزحم الشوارع غضبا على قيادتهم السياسية لاجبارهم على اخذ اللقاح. نعم. لان اصبح علامة استفهام انت بتجبرني ليه. هل تدعي انك اوعى واعلم مني بمصلحتي؟ نعم. يعني انا لا اصدقها. لا اصدقها يعني مع احترامي لا اصدق ان غريب عني حتى لو كان الحاكم هو ادرى مني بصحتي ومصلحتي. نعم. الا اذا كان الوحي بقى بيأتيه ويدعي النبوة هو كمان وان بقى ربنا بيكلمه ربنا بيتجلاله. دي قصة زي قصص المماسيس والمهدين. نعم. المزورين. فطبعا حاشا لله سبحانه وتعالى. كل اللقاحات هتلاحظ ان في فورة فجأة في نهاية عهد ترامب لأن هو كان عايز. نعم. يعني يوجد لنفسه مبرر للبقاء انه بيعمل اتفتح كام باب للقاح. صحيح. وكام شركة وكله حول أبناء آدم وحواء إلى فئران تجارب. نعم. والدليل إن الفيل اللي بياخد اللقاح بيتوفى بعدها بدقائق. صحيح. فيل اللي بعد شهر أو شهرين تظهر أعراض عليه مش طبيعية. نعم. فيل اللي بيعدي خبر حضرتك. وفي بقى مشاهد يعني سخيفة بيبقى معلوم بجهة القطع ودي من أجهزتنا على فكرة يعني مش. نعم. مش مثلا حجيب من حد غريب إن لا بيبقى واحد رمز معين وياخد حقنة فيتامين أمام. نعم. الناس عشان يقول للناس أنا باخد اللقاح أي لقاح. طيب في طبيب مصري. نعم. هذا الطبيب طبيب عالمي اتكلم عن القصة الهندي نموذج وهو جربه على كوفيد 19. تمام. وقال اتحدى بيه بقى في 20 و21 ولو اي فيروس هيتطور قال تجيب ملعقة من القصة. والقصة الهندي سيدنا النبي تحدث عنه ايضا. نعم. حضرتك يعني عليكم بهذا العود الهندي. تمام. حضرتك فقال حاجة جميلة جدا بسيطة ملعقة منه وده موجود عند كل العطارين تغليها زي ما بتغلي الشاي زي ما بتغلي اي شيء. نعم. ثم تستنشق لمدة دقيقتين. تمام. قال سيادتك اهم حاجة في الاستنشاق ان هو تحاول ان البخار بتاعه يدخل بدء القصبة الهوائية. تمام. للجهاز كاملا. لا يمكن هذا الفيروس يبقى معاه وبالتجربة وبيقين. نعم. يعني بأبسط الامور ولن يضرك. تمام. يعني سالم وآمن وكل شيء. وهذا الطبيب يعني معروف وأبحاثه العلمية معروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور هاني الغزاوي أستاذ زائر كلية الطب المتكامل لشبون عضو مجلس البريطاني عضو أكاديمية بكين علاج الصيني دكتوراه الطب المتكامل المآتة بكالوريوس الطب والجراحة جامعة القاهرة. بدأت في سنة 2004 كنت في المملكة العربية السعودية وفي هذه الفترة في المملكة العربية السعودية مر بينا كل أنواع الفيروس كل أنواع الكورونا. على فكرة كورونا كوفيد 19 ولا كوفيد 20 ولا كوفيد 21 يعني كورونا 19 وكورونا 20 وكورونا 21 وكورونا 22 اللي وجدت ده موضوع مش جديد. احنا الكورونا موجودة من ممكن مئات السنين يعني سارس ده كورونا والانفلونزا الخنازير كورونا وكل الانواع دي هي انواع من الكورونا. هو ايه الفرق؟ الفرق ان الكورونا اللي موجوده دلوقتي هي كورونا
سريعة الانتشار والمضاعفات بتاعتها أخطر. ولكن كان في كورونا تانية. طب كنا بنعالجها ازاي في فترة وجود في المملكة العربية السعودية مع المركز والمكان اللي كنت بشتغل فيه او المحيطين بنا؟ كان اي كورونا بتواجهتها بصرف نظر عن نوعها كنا بنعالجها تبعا لحديث نبوي معجز. اجمع لكم الحديث كده، هو سيدنا رسول الله بيطلب مننا ان احنا نستخدم هذا القسط الهندي، وبيقول فيه يصعد به من ذي العذرة ويرد به من ذي الجنب. يعني هو هذا القسط الهندي خدوا بالكم يصعد به، لا هيتشرب ولا هيتاكل ولا يستخدم بأي شكل آخر. ليه؟ لأن انت لما هتستنشقه هيخش على الجيوب، هيخش على منطقة الجهاز التنفسي حتى القصبة الهوائية. المنطقة دي بالضبط كده هيحدث ان في مادة هتفرز اسمها سيانو بروموسيلين. المادة دي هتعمل شلل للفيروس وهتمنعه من التصاق بالخلايا البشرية. وحتى لو قرأت زمان لما كان لابن القيم كتاب اسمه الطب النبوي، كتاب نعم. شهير كنا بنقرأه واحنا صبيان نعم. وبعض العلماء حققوه، يعني عملوا تحقيق علمي عليه ودراسات مقارنة نعم. فبرضه هتلاقي فيه الوصية بهذا العود القسط الهندي. تمام. وحضرتك وانا ماليش دعوة بالعطرين، يعني مش بعمل دعاية لحد نعم. يعني نعم. خبرة سيادتك يمكن الحمد لله يا اخي، والله طول عمري يعني كان لي اعمام ملوك في التجارة اساتذة نعم. لكن عمر يعني طلع زي والدي عاشق القلم والورقة نعم. ولو اديتني 1+1 بيساوي كام وخمس دقايق وقت حوالي لك 2.5 4 و5 6 الا 3 دقايق. برغم اني كنت ماهر في الرياضيات عمري ما سقطت في سنه ودايما متفوق الحمد لله رب العالمين. طب دكتور تعليقا على برضه على الامر اللي حاصل في الموسم الحج والمشاهد اللي بنشوفها عكس ما بيطبق في المساجد وفي الاماكن المقدسه، يعني الناس بعتنا تشتكي لنا من تصريح وزير الاوقاف الاخير بان الصرف الساحات بالتباعد الى اخره. يعني والله كان ياريت وزير الأوقاف ينشر المنشور ده للي احتشدوا في استاد القاهرة، يعني كان أتمنى أن يكون من القوة واليقين في الفتوى بتاعته أن ما ينفعش الوضع ده. لكن الحقيقة هو ما حدث في مشهد استاد القاهرة، يعني الحقيقة أنه لا شيء. حتى الطبيب المصري العظيم ده بيقول يا جماعة كوفيد ده هو تطوير لسارس، نفس الكلام اللي قلناه من زمان. وسبحان الله يعني وجدت رجل بيتحدث بعلم وبحيدة وبأمانة وبخوف من الله سبحانه وتعالى وبخوف على أنفس الناس، لأن طبعا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبعدين يعني شوف اللي يعرض بشر لخطر، ده من أشار إلى أخيه يعني مسلم أو غير مسلم، من أشار إلى امرئ بحديدة ليروعه برئت منه ذمة الله. نعم. شوف 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 القوة. فأنت بقى مش بتشاور بحديدة بس، ده أنت بتشاور بقوانين وهنوقف لك حالك، هتخرج من وظيفتك، هينقطع رزقك، عايز تسافر مش هتسافر. نعم. يعني بكل أسف بيعطوا انطباع إن في رئيس عليهم. هتعملوا كده ولا اشيلكم؟ الله. طب انت بتشكك الناس، بتزيد الناس شك في صلاحيتك وفي اهليتك وفي زعامتك وفي قيادتك، انما اطلق يد الناس. وبعدين ما تقنعنيش ان هذا الفيروس يعني حصد البشرية حصدا، حوادث الطرق حضرتك اكثر في كل البلاد، حتى في اوروبا حتى في امريكا. المانيا وبلجيكا فيها. يا فندم النهاردة الطوفان علشان البورس الثاني اللي قاعد في اسمها ايه دي معصره البلد حلوان اللي عامل نفسه مهدي ومزيف ويوم بدقن ويوم من غير دقن ويوم روح خالد بن الوليد حلت في فلان ويوم من ورا يشتمه وبتاع وعايز يبقى رئيس جمهوريه، الهطل والقذرات دي كلها في مراتب الطوفان. لا ده يعني ده كان بيتصرف عليه عشان يعمل برامج يتشهر. قذرات والله العظيم.
لن ينصلح الحال إلا إذا قضي على هذه النماذج اللي هي أشباه البشر، قرود أشباه بشر أو أبراص أو وزغ أو أفاعي، يعني عيب. فهي كلمتي لمعالي وزير الأوقاف وكل الاحترام أن يعني نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تنسجم فتوانا مع الواقع الذي يحدث حتى في بلادنا. نعم. يعني بلاش نقارن بلاد أخرى. تمام. ولكن لما أجد النهاردة فرنسا بتنتفض آلاف، أرجو الجميع يطلب على اليوتيوب مشاهدة المظاهرات دي، آلاف وما فيهمش واحد لابس كمامة زي ما كان في استاد القاهرة. فين الكمامات؟ نعم. فين الكمامات؟ يعني كانت فين؟ نعم. خبر حضرتك. نمرة اتنين، حتى بعض المشاهد المماحكة كنت بشوفها مثلا في أوروبا، قائد يدخل على قائد بيسلم عليه، خبر حضرتك، يعني بدل طبعا كان من المزري يسلمه بالأقدام. المضحك بقى تحول ان مش عايز يصافح فيعمل كأن بوكس. قال يعني كأن الفيروس، يعني لا كأن الفيروس يعني ايه كده مش هينتقل. يعني الحقيقة خداع الشعوب عاد عيب. نعم. لان الامر عاد ملحوظ، وانا واثق زي ما بيحصل النهاردة انتفاضة في فرنسا الامر ده هيعم، الامر ده هيعم. نعم. فارجو ان احنا ننضبط اخلاقيا، ان احنا نكون صادقين مع شعوبنا. الشيء الثاني ننضبط علميا ان حقيقة الفيروس ايه. ما احنا قلنا لعبة امريكية عشان فرملة الصين، الصين ردت ومخابراتها ردت ومعاملها ردت وفيروس بينتشر. اما علاجه فمن ابسط ما يكون زي ما تحدث العلامة الطبيب المصري ده. لو قدرت اشوف لك الفيديو بتاعها حاول. يعني بمناسبة برضو هذا الكلام، جالنا سؤال وممكن بقاله مدة وانا الحقيقة نسيت اقوله حركة في الحلقات السابقة، يعني بخصوص فتح المقامات للطائفة الهندية اللي هي البهرة اعتقد. يعني اشمعنى الناس بتقول اشمعنى اتفتحت المقامات لدول وللمصريين وللعرب وللمسلمين؟ لا والله، هي طائفة البهرة طبعا طائفة اسماعيلية، وانا زي ما بقول لسيادتك مؤمن بحرية الاعتقاد عند الجميع. تمام. لا اكراه في الدين، هكذا امران دينه. لكن هم للامانة اعتنوا بمقامات آل البيت من ناحية المادية، يعني دائما تكاليف عمل المقامات. نعم. حتى لو وضعوا ذهب خالص او فضة زي مثلا في مسجد سيدنا الامام الحسين سلام الله عليه، هم بيكلفوا الاشياء دي. تمام. فانت بتشيل عبء عن هيئة الاثار وعن الدولة، يعني هو نوع من المجاملة ليهم. نعم. لكن ده برضو بيدخل في نفس الدائرة، ما دمت فتحت. نعم. هو الناس بتتكلم في كده بالضبط، ما دمت فتحت الحد تفتح للآخرين. لأن إغلاق المقامات انتوا يعني هقول لكم ايه، أبشروا بحرب بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبحرب رب العالمين، لأن ده إيذاء لسيدنا النبي. نعم. وإيذاء لآل البيت، إنك تحرموا الناس من مشاعرها ووجداناتها. ولا بقى انتوا ماشيين على الطريقة السلفية الوهابية لحرب المراقد المقدسة والمباركة؟ طب ما هو بالنسبة يعني الكلام ده يعني عيب. يعني هناك عيب. من بالأصل مطلق يده في إنه يقعد يقول إن رأس الشريف اللي حدث إن أمام الحسين مش موجودة في مصر. والله اللي يقول كده أنا بعتبر أولا يعني أبو جهل أنظف منه، يعني عفو. نعم. أبو جهل بكمال جهله. نعم. أنظف منه وأعقل وأحكم، لأن ثابت أثريا. تمام. ثابت علميا وتاريخيا ووثائقيا، ومسيرة الشعب المصري بحفل عظيم والأضواء. نعم. في استقبال الرأس الشريف والحاكم خرج يعني حافيا. يا سيدي. نعم. ده حتى بعد هذا خبر حضرتك، غير ان رؤية الرأس الشريف يعني. نعم. محطوط في، يعني اقسم بالله لولا يعني امر احب ان اخفيه لقلت لك في آية حدثت معي أنا شخصيا. تمام. على هذه المسألة بالذات. نعم. وحدثت مع أحد شيوخ الأزهر قديما جدا. نعم. لما كان مش بيقول الرأس مش موجودة، لما كان بيقول الرأس موجودة طبعا بيقين، يعني علماء. نعم. الأزهر وشيوخ الأزهر، ولكن كان يقول الجسد في العراق. نعم. يعني عشان بس اخوات في العراق ما يزعلوش. تمام. ف وهو سقط في الاختبار بتاعه. والله بص الحقيقة، أنا بحكي قصة واقعية. تمام. حضرتك
نفسه بقى كان يتعين، فشل في الامتحان الاول. طبعا الواسطه بتلعب دور في كل زمان ومكان. نعم. حاج في اللي يقول لك انا ما بحبش الواسطه، وبعدين تلاقيه ما شاء الله يعني ما شاء الله فاتحها. نعم. بحري يعني، كان الناس اغبيه. ف الرجل من صلاحه فوجئ بشاب فتي جميل، لحيته في قبضة اليد، عيناه تشعر كأنما حيزت الدنيا فيهما، كأنه شايف الكون. وبعدين قال له غدا تذهب وتتظلم، تقدم طلب للتظلم. وهو بقى بيولي ماشي، طب انت مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ قال له انا الحسين بن علي سيدنا. طبعا نعم. برغم انف الشيخ اللي طلع يقول لك يرد على الشيخ محمد ابو بكر العالم الازهري الجميل، ولذلك انا بقول ثقتنا في الازهر لن يزيلها احد، لن يستطيع. وحكايه الشيوخ اللي كانوا معادلين للازهر واسقطهم الله سبحانه وتعالى بفضائح. نعم. حتى تستمر فضائحهم. يوم الشيخ محمد ابو بكر وسيدنا الحسين سيدنا الحسن يطلع الثاني يقول له ايه؟ الادب في الاتباع. يعني هو الشيخ محمد ابو بكر بيقول من الادب نقول سيدنا. نعم. فالتاني يقول له الادب في الاتباع. لا، ده انت سفيه جدا. نعم. مش شيخ، انت سفيه، لا عالم ربك ولا والديك ربياك، لانك قطعا كنت بتقول لابوك يا فلان. نعم. انا شايفها كده. معناها انك فاقد الاحترام. نعم. ثانيا بترد على الله سبحانه وتعالى. لا. نعم. تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم. حضرتك لما كانوا يقولوا يا محمد من خلف الحجرات نزلت سورة الحجرات، وحتى. نعم. قال لك كاد ان يهلك الخيران، يقصدوا ابو بكر وعمر، لان كانوا بيقولوها. وحضرتك وهذا في كل التفاسير مذكور. الأمة سيدنا عمر يقولوا سيدنا لا كانوا يقولوا يا محمد زي اي حد. نعم. وصوتهم يعلى. تمام. واخبر حضرتك افتح تفسير ابن كثير، افتح الطبري، افتح، لكن يخبوا ليه؟ لان ممنوع تنسب خطأ لصحابي، ممنوع. بينما قلناها من قبل اهل البيت معصومون، الذرية من اهل البيت مش معصومة، الصحابة لانهم رجال فيهم من رضي الله عنه وفيهم لا المنافقون مش معصومين. نعم. كلهم بالإجماع مش معصومين. تمام. بل سيادتك باستثناء أهل البيت، لأن نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد. هذه هي التراتبية ودرسناها كثيرا. وبرضو طلع أحد السفهاء، أنا ما بشوفش العيال دي والأشكال دي ولا شيوخهم حتى. نعم. بل سيادتك برضو بعت لي واحد عامل سلسلة ضلالات محمد عيسى، ده انت اللي ضال ومضل وكذاب وافاق ومنافق وكل ده برضه عشان اعترضت على عاشوراء. طب انا دارس العقيده اليهوديه والاعياد اليهوديه، ما فيش الكلام ده. نعم. ما فيش، انتوا بتنسبوا لسيدنا النبي ما يجعل الغير يهزأ، وبعد كده تقولوا سيدنا النبي بيخطأ في حقه. انتم اصل البلاء لهذه الامه فعلا، يعني شر من تحت اديم السماء كما. نعم. اخبر سيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم، اصحاب فتن مستعلين على الناس، بتدعوا ان بيدكم مقاليد الجنه والنار، فيقول له الادب في الاتباع. فين الاتباع؟ طب وانت شفت الاتباع؟ اقرا سوره الحجرات. طب بنحيلك لسوره الحجرات يا مولانا. طب وهل هو هذا الشخص نفسه لما بيقعد في وسط اصحابه ومريديه بيقعد بنفس الاسلوب اللي كثير يا فندم؟ في ولد حكى لي قصه ان بالصدفه دخل مسجد من المساجد دي ولقى واحد بنفس الاسامي دي. الاسامي الكبيره بتاعتهم بتاعت صحنا فقراء فلازم نغزو الناس. نسرق الناس حضرتك. ف بيقول يعني اجبره الحال على الصلاه، ان وقت صلاه دخل. نعم. صلى، والشيخ ده يعني خشي من ضياع الوقت، فوجد الشيخ ده بيدي درس. نعم. فلا كل شويه برضه بيقول محمد محمد محمد، فراح وقف له قال له يا فلان. بس بيقول كنت حاطط حذائي وجاهز ان انا اجري. نعم. حضرتك فبيقول اتلفت كده فناس، ايه انت للادب؟ تقول له يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة مش عارف يعني. قلت له والله انت راجل. نعم. نعم. فهو بيجري بجهاز نفسه، قال لهم هو، اقول له يا فضيلة الشيخ، هو بيقول على سيدنا سيد الوجود سيد ولدي ادم محمد. الغباء والجهل ان لما سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم بيقدم فضيلة وقيمة التواضع، هل معنى هذا ان انا استثمر هذا؟
ليا عم انا فاكر وابن عم بيقول لي قاعد مع ابويا في مرة فبيقول لي روح لفلان وقول له حسن بيقول لك حسن بيقول لك. فقال الولد عشان ما يتعود الادب مع ابوه فقال له حسن مين يابا؟ قال له انا. حضرتك فشوف من التاني هيروح له يقول له هيقول له ابويا الحاج ابويا فلان ابويا السيد الفاضل. يعني التعامل الاخلاقي صحيح. هو ده الاتباع وهو ده الادب. ان انا يعني كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شوف القاعده ينزل الناس منازلهم. تمام. فيبقى معناها ان انا لما اقف قدام حاكم بحييه حتى لو اختلف معاه، بقف قدام ضابط بحييه، بقف قدام وكيل نيابه بقف قدام بيع فول بحييه. وخبر حضرتك انما ان انتوا تعملوا نفسكم متبعون والله العظيم اقسم بالله ما اضل الامه غيركم. يعني هؤلاء القوم نفسهم نفس الراجل ده وقف يقول و500 عالم من الأمة الإسلامية أجمعوا على وجوب الجهاد في سوريا وورا بقى الله أكبر الله أكبر. ده أنتوا ربنا انتقم منكم وحينتقم وحيزيدكم فضايح لأن أنتوا أساس البلاء في هذه الأمة. وكل الأحاديث بتتكلم على منشأ الفتن منكم. منكم أنتوا أنتم 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 وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا لو بيدي القرار والله العظيم املا السجون بيهم. نعم. املا السجون ونعود بقى العهد بقى الاستتابه لان انتوا ضلاليه. انتوا قتله 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 ولا انا نفسي اتعرضت للقتل منهم يا محمد بيه قتله. الاستتابه دي انا لا اثق فيها. ما انا واثق من هذا كلها تقيه اللي هو بيهاجم اخواتهم الشيعه عشان يستتم. انتوا كلكم تقيه. كلكم كل افعالكم تقيه. كل افعالكم تقيه. فانا بس بنبه الامه بمناسبه العيد ده ان ما تعطيش عقلك لحد بسهوله ولازم تعود للكتاب والسنه واقوال العلماء المحترمين. وبقول لكم ازهرنا بخير. ارجعوا لعلماء الازهر الشريف لان هو الفخ اللي اتعمل معادل للازهر ليسقط الازهر. نعم. وحاشا باذن الله. نعم. تبقى مصر مصر الازهر الشريف. بمناسبه بقى ان الحلقه النهارده عن الامر اللي هو عمر سليمان وبمناسبه احنا جبنا سيره حضره مولانا سيدنا الامام الحسين. في سؤال جالي النهارده الصبح وانا عارف اجابته وجاوبته ومش عارف بقى حضرتك هتتفق في الاجابه ولا لا. هل الجنرال من نسل سيدنا الامام الحسين؟ نعم 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 وعلى يقين من اشرف من اشرف من اشرف الصعيد. الحمد لله. والصعيد بخير. ودايما قلتها من قبل حتى بقول سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في ايه التيمم فتيمموا ترابا طيبا. نعم. فتيمموا ارضا طيبه. فيعني نعم. انما استخدم إشارة رمزية وقلتها من قبل لا توجد إلا في مصر. نعم. فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. نعم القرآن له ظاهر وباطن لأن حتى برضو نفس الشيوخ دي. نعم. بينكروا الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل آية ظاهر وباطن. نعم. حضرتك أو ظاهر وباطن ولكل حد ومطلع إلى 70 بطن. لا إن هم كلامهم يبقى المعنى في بطن الشاعر والشعر اللي هم درسوه واللي احنا درسناه. نعم. كان بيبقى له 1000 معنى. واخد بال حضرتك إنما القرآن لا. هو القرآن على قد مزاجهم لأن الوحي كان بينزل في بيوتهم هم بس استحوذوا علم. ما طبعا 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 انت هتقول لي انا عشرتهم. طيب نخش في الجد. نخش في الجد. هو كل ده ما كانش جد. لا لا كنا بنسخن. حي ام ميت؟ الله يرحمه ويدي له الصحة ويدينا الصحة ويرحمنا والرحمة بتجوز على الحي والميت. هنرجع تاني بنفس الإجابة. طيب نخش في سؤال. هقول لك حاجة تريح الناس. في ناس مهمة على مستوى دولي. نعم. عملوا حيلة علشان الإجابة على السؤال ده. تمام. في أشياء يعني صدق برضو اللي بيقول إن في حاجات بتتقال وفي حاجات ما تتقالش ما ينفعش. تمام. لكن في موقف أنا عملته مع أكبر حاخامين في إسرائيل. جميل. وأنا بعمل رسالة علمية. تمام. رسالة علمية في جامعة القاهرة. تمام. فالسؤال لو انا قلته صريح مش هيردوا. فلازم تلتف. لازم استخدم حيلة. نعم. فعملت للاولاني مجموعة اسئلة
ودوبت السؤال بتاعي في اطار الاسئله دي في المجموعه دي، والتاني عملت له اسئله اقل مختلفه شويه او بعض الاختلاف اليسير جدا، وبرضه دوبت له نفس السؤال. تمام. انت عارف عقليه الاشكناز غير عقليه السفردي. نعم. غابوا جدا في الرد طبعا. تمام. برجع لاجهزتي، فلا احنا ما فيش عطاله من ناحيتنا، بس اللي احنا واثقين منه ان بيتحروا. هو فعلا في رساله في الجامعه ولا ما فيش؟ نعم. طب مش برد على البورص اياه يعني. تمام. والواد النصاب بتاع علاج الجن والشياطين ده، فتاكدوا ان في رساله. فجاوبوا. السؤال بقى، فنفس الحيله دي عملها حد كبير جدا مع حد مهم جدا عشان يديله الاجابه، والحد ده قريب اقرب مني بكتير لعمر بيه يعني بكتير. ما فيش نسبه يعني. تمام. يعني ممكن تقول وجهان لعمله واحده او امروح ممكن. تمام. فكان مجلس المفروض ياخد 60 دقيقه 90 دقيقه، لا قعد 4 ساعات ويمين وشمال، وبص ممكن تتكلم من كرة القدم إلى السياسة إلى غاية سوفينار. تمام. في ناس بتتضايق أول ما بيجيب سيرت. نعم. ما شكلهم مرضى أو حاجة يعني. فكل ده علشان السؤال ده. تمام. تخيل كل الأربع ساعات عشان نفس السؤال اللي حضرتك بتسأله، يبقى معناها ان في يقين ان هو على قيد الحياه. السؤال بقى اللي انا عايز اساله بقى من بدري. نعم. بس الاول في سؤال بقى حضرتك برضه اديتوني دلوقتي لازم اساله مهم. رساله الدكتوراه دي عملت مقصود عشان ناخد الاجابه ولا هي صدفه؟ لا هي مقصود الاجابه، هي اتعملت بصراحه. ايوه نعم بصراحه. جزء منها كبير. نعم. ده اللي المحت مره غير كتاب كنت عملته، تيقنت بما لا يقطع مجال الشك ولا تد المولة ان حسني مبارك برغم اخطائه رجل. نعم. وطني وطني وطني، لم يخن مصر ولم يفرط في ذرة تراب ولا في نقطة ماء ولا في اي شيء يمس الامن القوم المصري، وعمليا مش كلام عمليا. نعم. ودون ضجيج ولا اي حاجه، لا على الارض وميدانيا كان بيتم العمل. هنقطع الايدين هنقطع، وهي مره اتقالت. نعم. وتم التنفيذ. نعم. خلاص حضرتك. فالرساله اصلا يعني هي جزء من الموسوعه. تمام. عشان قلت افيد بيها الامه. نعم. تعرف حاجات كتيره لغايه حتى الفرعون الحقيقي بدل الهري اللي الناس عماله بتهريه ده. خبر سيادتك. لكن في حاجه مهمه جدا، ان بعض الاحباء حتى احدهم لواء انا بحبه وبحترمه. نعم. معرفش هل يعني هو اشتغل مع عمر بيه وعمر بيه عقيد. تمام. خبر حضرتك. وكان وقتها رئيس اركان فرقه. تمام. وهو كان لسه ملازم اول اللي هو اللواء ده، بعد كده ده كبر ده كبر، وبعد كده تفرقت السبل. فهو عنده معلومات ودي اللي شائعه طبعا ماليه كل حاجه، لا ان هو قتل في سوريا. نعم. تمام. طيب سيادتك لو هو قتل في سوريا، اول كلامك متناسق ماشي، ثم في اخره الكلام ينقض بعضه. تمام. ايه السبب؟ قالوا ما قالوا لي لا ما تتكلمش وكلام من ده. ماشي. ما انا قبل ما نخش بس تحليل كل ما قيل، ما انا حبيت يعني ان انا ادخل في الموضوع على طول. لا قبل ما تدخل لا، هي انت مهم. طب فكرني بده عشان دي هتحل كل حاجه. لا اكيد احنا هنقول كل حاجه خاص قيلت يعني. حضرتك جاوبت وقلت انه حي، هل هذا الله اعلم. حياه انت عارف. طيب. انواع. لا خلينا يعني مركزين كده. عيني مرزق. ده معلومه ولا تحليل حضرتك للموقف بشكل عام؟ عشان برضه نبقى واضحين في الكلام. الله اعلم برضه. ما هو في اسئله يجاوب عليها وفي اسئله ما يتجاوبش. بس اقول لك حاجه، من سنتين كده معاريف الاسرائيليه حد ذكي شويه. تمام. وعلى فكره كلامي ده فيه اجابات.
كتب قال انا اشم رائحة ايدي سليمان وحد تاني. نعم. يعني اكاد اشم الرائحة دي. تمام. لوم عطر. نعم. لوم عطر راقي جدا. ووطني جدا. استراتيجي جدا. جدا. نعم. جدا. الى ما لا نهاية. نعم. يعني اذا ذكرت الامانة اذا ذكر الاخلاص حتى. نعم. لما اشيع موضوع الكلام اللطيف ده خالد مشعل. نعم. اخبر حضرتك. قال الحقيقة. قال انا بحيي وبعزي رجل وطني. نعم. قومي عروبي. نعم. صاحب اصل صاحب عايز يقول شهامه وجدعنه وصدق وظاهره. نعم. شيء وباطنه شيء يعني عايز يقول استاذ يبقى معناها مين اللي كان بقى خبر حضرتك. يعني لازم يا جماعه نعقل الكلام. لا وهو نفسه قال خالد مشهد قال ان هو كان بيحثهم على المقاومه طبعا عشان بس الناس تبقى فاهمه الكلام صح طبعا يعني. طبعا طبعا انا كلامي واضح. كلامي واضح كلامي واضح. معنى كده ان هو برضه كان بيعمل نفس الدور مع حزب الله. ما يعني بص ما فيش كلام مصر حاضره زي ما قلت في كل. نعم. مكان. نعم. بشكل ما بمستوى ما من المستويات. نعم. والا شوف حضن السنوار للواء عباس كامل ازاي حضنه يعني اقرأ المشهد. تمام. حاول تقرأ ده في ايه ده ايه القصة دي يعني. تمام. اخبر حضرتك. فطبعا نعود للكلام. اللواء اللطيف ده فماشي هناخد كلامك عمال يحكي وسيناريو بتاع وتقتل في سوريا. طب ما هو لا ده هو اصل هو كان رايح سوريا في اجتماع سري يحضره رؤساء المخابرات عالميين فيهم من امريكا. خلي بالك. نعم. فيهم من السعوديه فيهم من الاردن وادي مصر بل فيهم من امريكا بل فيهم اسرائيليين. ده كوليكشن غريب ده. لا شوف المفاجاه والكلام ده على فكره موجود. يعني نعم نعم موجود. عرفته. وبعدين تمت خيانه من داخل المركز السري. نعم. ده والكل مات والله العظيم. يعني يا معلم والله العظيم بتتكلم بجد يعني كل دول كانوا حاضرين. لا ليه بقى كان الاجتماع علشان الاستراتيجية اللي ماشية في تدمير الأمة العربية دي تقف كان هيتم التوافق على أشياء وتقف بدل ما هي ماشية خنقة ده من إيده خنقة ده من رجله خنقة طب يعني مع احترامي على فكره الراجل ده انا بحبه. نعم. بحبه وبحترمه وعالم ورجل عسكري. نعم. عسكري ومخلص ووطني ومصري بس جانبه الصواب جدا كان الاحسن ما تتكلمش ولا هو قصدها والله بقى يا اما تعليمات تمام واتقهر فرح ملخبط الدنيا اكتر تمام تعمد مثلا الله اعلم انا ما دخلتش في نيته لكن الكلام مش راكب يعني ما تقنعنيش يعني ده انا اصلا بقى. سوريا ما كانش فيه ساعتها طيران يا سيدي غير كده ويا سوريا وهروح اعمل ايه طب ما اعمله في مصر. نعم صحيح يعني مهما كانت الاحوال هنا برضه لا ده اعمله في امريكا المخابرات اعمله في امريكا. نعم. يعني ما دام بما ان حضاراتهم موجودين. نعم. اعمله في تل ابيب. صحيح ما هي قريبه يعني امن ده هم كانوا قاعدين عمال يتفرجوا على العالم العربي وكله عمال يقتل في كله والشيخ اللي عمال يفتي 500 عالم. نعم. مين هم ال 500 دول نفسي يعدهم لي يعني وايه صفه العالميه اجمعوا على الجد في بس الجد في القدس لا. نعم اياك العدو الاقرب ده انهي فقه انهي دين انهي دين انهي قران انهي سنه ان انا احرر السوريين من سوريا وحرر سوريا من السوريين واخليهم. نعم. بقى يقتلوا في بعض والجهاد والتانيين اللي هللوا اخطر اللي هللهم اخطر 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 ده لعنه الله لعنه الله لعنه الله دماء دماء هتقابل الله بدماء. نعم. والله العظيم هتقابل الله بدماء لا ولا يحملن اوزارهم واوزارا مع اوزارهم لا يعلمونها. نعم. شوف بقى عد كام واحد افتى بده وعد كام واحد قتل كام طفل تيتم وطفله كم امرأة أصبحت أرملة كم
معاقل ومراكز حيوية في دولة مستقرة تم تدميرها. نعم. أرض زراعية تحترق، مباني تدمر، هتعملوا إيه مع الله؟ نعم. هتعملوا مع الله إيه؟ هتقولوا لسيدنا النبي إيه؟ زي برضو الواحد منهم أنا مش عارف أقول إيه لسيدنا النبي عنك يوم القيامة، ومين قال لك إنك هتشوفه؟ يعني أنت جبت منين الصك إن أنت المتحدث الرسمي بالنيابة عن الناس دي مع سيدنا النبي؟ يعني أنت مين؟ يقول عن مين؟ هو بيقول على نفسه يعني. لا بيحكي عن نفسه عن الناس يعني. يعني مثلا ناس قصرت، ناس عاصت، ناس عملت. انت ليس لك الا انك تعرض بضاعة نقية، نتوب، نحسن الى لانفسنا. الدنيا هي كلها على بعضها بزينتها بزخرفها، مجرد جسر ممر. سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم المثل ومثلكم ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجره ثم تركها وراح. انا دايما اقول عمرك شفت واحد عمال ينشئ منشات عظمى على كوبري؟ نعم. الدنيا كوبري. نعم صحيح. نتكلم بالمنطق ده. نعم. اللي هو يعيد الناس بالحب الى الله، لان الله اهل ان يحب. لكن نعم. لما تتكلم ان انت معاك الصك واللي انت مفوض ان نعم. انت اللي هتتكلم مع سيدنا النبي صلى الله عليه واله حضرتك، وما انتش عارف يعني متحرك ان انت وكيل رسمي عن افعال العباد. نعم. اي دين هذا؟ لهذا انا بقول للشعب المصري، والشعب المصري بقصه عشان الازهر الشريف، والامة العربية جمعاء، لان الامة كلها فيها معاقل للازهر الشريف ومعاهد وكليات. شوف حتى في جيبوتي. تمام. حتى في اثيوبيا لنا. نعم. يعني ما فيش مكان اسم الازهر الشريف ملوش غير في السعودية، باعتبار النهج الوهابي له كده تراتبية معينة، ولكن الحمد لله أهلنا في جزيرة العرب كلهم متعلقين بآل البيت. نعم. نساء ورجالا مهما كانت الحرب برضو متعلقين بآل البيت، وما زال فيهم أشراف أخفياء ومنهم ظاهرين، لكن الأوضاع اللي احنا بنراها وتغليق الحرم اللي هو شوف هلكت العرب، والهلكة مش معناها استئصال. نعم. إنما السقوط. السقوط المدوي والسقوط المزري مع إهانة البيت الحرام. مع إهانة البيت الحرام، وفي هذا نصوص قطعية الدلالة من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي إهانة وعبثية الحقيقة. ما هو العبثية لما نلاقي برضو إن في ملاهي موجودة. نعم. تمام بعد الانفتاح. وبرضو التكتلات البشرية عادي، والكورة موجودة، كل حاجة موجودة. هو السؤال لقادة الأمة أجمعين يعني، من الذي أملى عليكم أن أنتوا تقهروا شعوبكم؟ يا تاخد اللقاح ده تموت ما تموتش، تمرض ما تمرضش، هو كده أن نعم. أنت تضيق عليه في رزقه وفي حياته. يعني أنهي وكالة من الله سبحانه وتعالى؟ ولا ربنا بيكلمكم بيوحى إليكم وأنبياء أصبحتم أنبياء مش قادة؟ نعم. هو ده السؤال اللي بسأله بأمانة. فبقول لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، والله العظيم ما حدوم ولا في حد حيدوم في هذه الدنيا. فنتقي الله، يعني نتقي الله، ومش عيب إن أغلط. نعم. مش عيب. كلنا خطأون، كلنا، أنا أول الناس مليان خطايا وأخطأ، ولكن التوبة لله كل شوية. حتى لو توبنا وعصينا هو ربنا قالها. نعم. يكفي انه علم ان له ربا يعود اليه. نرجع بقى للجنرال مره ثانيه. الاقاويل اللي قيلت في الامر الوفاه كتير ومتعدده، وشخصيات لها ثقلها، يعني الرئيس مبارك، الفريق حسام خير الله، اللي هو سامح سيف اليزل، الاستاذ عبد الحمود. سامح بيه يعني بالذات سامح بيه عشق من عشق، يعني من الاصدقاء. نعم. الاصدقاء الاصدقاء، يعني من اصدق اصدقاء، يعني يوم ما حط رقمه بعد الوفاه بسنه. نعم. بفضل يعني مجرد اطل فيه كنت ابكي. يعني الراجل ده من الناس المخلصه، وبرضه اتهم حضرتك. نعم. يعني الأمة دي مبتلاة كده بالطابور الخامس اللي هو يخبط في أي حد. نعم. أي صرصار يطلع يلزق أي كلام في قمة وقامة ورمز من الرموز الوطنية المخلصة. نعم. ومش عايز أتكلم يعني، الحكاية دي كترت. طيب يعني. ال- 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 الشخصيات اللي اتكلمت عن الوفاة يعني كتير، سواء في مصر أو برا مصر، وكل واحد له رواية، وكل واحد من غير الرواية له رأي. في من يقول بيقول انه قتل،
وفي اللي بي او اغتيل، وفي اللي بيقول لا ده هو الوفاه طبيعيه، وفي اللي بيقول لا الوفاه نتيجه مرض. هريح حكايه مرض دي انساها بالمطلق. تمام. لان هقول معلومه، راجل يوميا بيعمل زي اختراق ضاحيه سيرا مع حركه سريعه. المعلومه ده سابقه ولا حاليه؟ والله هو اللي ماشي على سيستم ما بيغيروش. ما بيغيروش. تمام. خبر حضرتك ازاي ان انا مرض في الصدر فجأة يجي لي برضو يعني العقل لازم يحضر. تمام. فانا بس بدي معلومة ان الراجل ده يوميا 15 كيلو مينيمم رايح 15 جاي، ان لم يكن يوصل كمان 25 ماكسيمم يعني. تمام. هو ما كانش بينام يعني، النوم قليل زي حالاتي. نعم. فحك وفي غيره كتير على فكره على المستوى ده من طيب من قياداتنا يعني. تضارب الروايات مع تاكيد كل شخص بان هو يا اما قابل الجنرال قبل ما يسافر من مصر بيومين، يا اما كان في اتصال هاتفي ما بينه وما بينه. كلهم بلا استثناء كلهم اتصلوا وكلهم بيطمنوا يعني عليه، بيقول لهم يعني انا مسافر. يعني مدير المخابرات العامة المصرية لازم يطمن الأغلبية الجماهيرية ان هو مسافر. ده كلام سمعت. بص ما تقولش اسامي، ما تقولش اسامي، لان سمعتهم كلهم وكل واحد نفس الرواية. لو دققت فيها هتلاقيها متراكمة. حتى توني خليفة انا بحبه جدا، ذكي جدا. نعم. جدا استضاف اكتر من شخصيتين. نعم. حضرتك وهو نفسه عينيه عايز يقول للتاني انا فضحك. نعم. هو مات. طب هو حي؟ هو مات. حضرتك يا اخي شخصيه مش ساده، كان محافظ، كان مجلس عسكري. بس الناس بص يعني العيون. العيون فضاح. نعم. العيون فضاح. انت عايز تعرف واحد بيحبه ولا لا من عينيه. تمام. خبر حضرتك. فالعين شرفه الانفعالات النفسيه، يعني علشان اعطي انطباع بعناية عكس اللي انا عايزه ده لازم بتمرن، يعني تدريب عالي، يكون اساتذتي مرنوني تدريب عالي بحيث ما تلقاش، يا اما ما تلقاش عندي بوكر فيس خالص. يعني بلوك ما كانك قدام مسلح. نعم. او ان انا بقى مهارتي اديك انطباع عكس اللي انت منتظره مني. نعم. اخبر حضرتك ده تدريب، فانا سعيد او ده عكس. تدريب. نعم. ده تدريب. ف يبدو ان توني خليفة يعني كان اتمرن يعني او دخل. تمام. جيش او حاجة يعني فاهم النقطة دي. فحتى عينيه لا كان بيوصل رسالة بعينيه. نعم. بعينيه غير الكلام. نعم. بعينيه اقوى. تمام. يعني كانت اقوى من السؤال. نعم. خبر حضرتك وبتكون فضاح. تمام. يعني نظرة عينيه صدقني بتكون. نعم. نعم. فضل لدرجة ممكن تخلي اللي امامه لو التقط الارسال يبتسم ابتسامة خبيثة. ابتسامة فيها بعض اللؤم، ابتسامة فيها بعض المكر، بيغطي حاجة يعني ايه، بياخد اجابة يعني لنفسه. تمام. حتى لو هو خلاص يعني خد الموجة بتاعت الضيف انه مش عايز يحرجه اكثر بيعديها، لكن نفس عينيه بتكون اديتك الانطباع انه مش مقتنع مثلا. نعم. باللي اتقال ده الراجل ده مش فسيادتك الكلام اغلب من تحدثه في الوفاء، الكلام تلاقي اوله يناقض اخره، اخره يهدم اوله. نعم. دي خدها بص وانت مطمئن. تمام. فاعتقد ان انا كده جاوبت. طب جميل. لا ما احنا برضو انا عايز برضو ايه اريح كل الناس في الاستفسارات يعني. احنا في مقدمة الكلام اتكلمنا عن عملية لافون وعن ماكس بينت. بص يا محمد بيه، ده ألف باء، ده حتى في رأفة الهجان اتشرح موضوع ماكس بينت لما عملوا انه مات لا في رأفة ما جاتش. لا في تلميحة اتقالت في عبارة ان هو صاحي ولا مش صاحي، اصل كل شوية بيغير اسم، كل شوية مش يعني هل هو حي ولا يعني الكلام يدي الإيقاع ده. تمام. هو موجود ولا مات. تمام. بص السيناريو اللي صاغه العظيم حبيبنا صالح مرسي. تعرف صالح مرسي ده يعتبر عم محمد مدبولي. نعم. عم النشر العظيم دي، وهو اول من نشر له. نعم.
يعني اول من نشر القصه نفسها كتابه وطبعا هو مدبولي الصغير الاستاذ محمد مدبولي العملاق، وطبعا اتنشرت عندنا في اخر ساعه وقت انا كنت في الاخبار يعني. تمام. ف يعني احترافي عرف بيسقط المعنى ده. تمام. بحك في بعض اللي بيخوضوا في مخابراتنا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اعظم جهاز وطني بالمطلق منذ أعاد تأسيسه السادات والفريق التهامي. نعم. على فكرة في عمليات قادها الفريق التهامي والسادات بنفسهم. تمام. بنفسهم خبر حضرتك، ويوما ما ممكن تنكشف الأسرار دي. فكان بينتقدوا حتى ويقول لك رجعوها رجعوها، اللي هي أن محمود عبد العزيز الله يرحمه حبيبي الضابط بقى بعد ما رجع قال له انت كنت متراقب، انت ما خدتش بالك، انت كنت متراقب. هو جاي في الطريق وما خدتش بالك من العربيه اللي غيرت العربيه شويه بقى معناها ان انت ما خدتش بالك بتاع. فلك بس امسك. قال يعني ايه صالح مرسي فايته خبره حضرتك، وحتى المخرج وحتى اللي قرأ واللي نعم. مثل وكلام هو قاصد يقول لك ما يا بني ادمين هو ما فيش حاجه عليه، لكن هي اسرائيل عادت جهاز الموساد الشك في امهاتهم نفسها. نعم. فبيتابعوا اي حد. نعم. حضرتك لكن ان هل المشهد ده يدي ان هو مسك عليه حاجه وخلاه بقى بعد كده جاسوس مزدوج؟ لا 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 بالمطلق. نعم نعم. بالمطلق. لا ده هو ده هو اصلا المراقبه دي كانت في مصر بتراقب. يا فندم يا فندم يعني حتى لو فاهم كده ده حتى لو مش مصر. صحيح. انا بحط في بالي مثلا طالع مهمه في اوروبا. بحط في بالي 1000% حتى لو انا اخد كل احتياطاتي وحذري بحط واحد بس في المليون ان انا ممكن يكون حد بيتابعني. نعم. لازم. نعم. دي الف باء. فده رد بس على السفلة اللي برضو بيحاولوا يوجدوا اي شيء يطعنوا به ظهر مخابراتنا العامة. حتة بقى الاخفاء عن طريق الاماتة. ده عملنا كتير كتير، ومش احنا بس على فكرة. نعم. اجهزة كتيرة. طيب. يعني في جاسوس روسي حضرتك اتلعب نفس اللعبة، اتعمل نفس اللعبة لصالح مصر ولا لا ليهم احنا لمصر. كان عندنا جواسيس. لا ماشي. لا صالح الروسي ده كان لصالح مصر يعني. لا لا حاجة حاجة ليهم. حاجة بوتين نفسه يعرفها. تمام. وعلى فكرة بمناسبة بوتين عشان الناس بس اللي عاملة هياج ان روسيا وقعت اتفاق عسكري مع اثيوبيا، يعني بعدين هيعرفوا. طيب خير. بوتين لئيم. طب الاخفاء ده بيتم عن طريق سيستم مكرر ولا كل عمليه ليها؟ لا كل كل عمليه لها ظروف. يعني انا ممكن اخفي مثلا بجثه طب مشوهة. بديله بديله بديله. طيب جميل. ما انا هقول لسيادتك هريحك وريح عشان في نقطه فاصله في القصه. نعم. مع متغير كبير في مصر، متغير كبير ويتحول ميدان التحرير الى ساحة. نعم. وحضرتك وقلت لسيادتك ان حتى اسم جرابل ده الان جرابل انا مسلمه مع 9 كان رايحين جايين من 2009 على مصر. نعم. للي هو وافي احمد وافي ضمن 6. تمام. فضع في بالك ان كان وقتها ساحة التحرير ومش التحرير بس، كل مصر كل اجهزة مخابرات العالم كانت موجودة. وعادت الصقور المصرية لتنشب مخالبها الحادة فوق أوكار الجواسيس. كان الكشف عن هذا الرجل ضروريا بما يكفي لحماية مخدرات ثورة يناير ووقاية شبابها من الإدلاء بمعلومات يمكن أن يستغلها أي جاسوس مقنع للإضرار بالأمن القومي المصري. رفعت المخابرات المصرية حاجز السرية هذه المرة وكشفت عن حقيقة الجاسوس إيلان جرابيل الجندي السابق بجيش الدفاع الإسرائيلي تخفى وراء عمله في منظمة أندرسون للاجئين العرب الكائنة وسط القاهرة، والتي أصبحت هي والعديد من المنظمات غير الحكومية ساترا لأعمال التخريب والتخابر. اتخذ إيلان جرابيل من جواز سفره الأمريكي غطاء لعمله الجاسوسي القائم على التفتيش في نوايا الثوار الأنقياء في قلب ميدان التحرير. كانت المخابرات المصرية في انتظاره، تابعته وهو يحاول جمع المعلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية. إيلان جرابيل تم دفعه من قبل المخابرات الإسرائيلية كي يتلقى تدريبا لتعلم اللهجات وثقافة الشعوب
الحروب العربية لا سيما مصر، ثم أصبح مسؤولا عن التعامل مع المصادر والعملاء وجمع ما لديهم من معلومات ثمينة. تعايش إيلان مع عدد من السياسيين والثوريين، وتمكن بحرفية رجل المخابرات أن يحصل على بعض المعلومات عن أهم الثوار. قام أيضا بتكوين علاقات مع بعض عناصر من السلفيين والإخوان المسلمين، تردد برفقتهم على بعض المساجد مدعيا رغبته في اعتناق الدين الإسلامي. ظهر بصورة سافرة إبان أحداث جمعة الغضب الثانية، وكان أحد المحرضين للتظاهر أمام قسم شرطة الأزبكية، حيث واصل دوره المخابراتي بتصوير المتظاهرين والمدرعات العسكرية، لكنه في النهاية سقط في قبضة المخابرات العامة المصرية التي اتخذت حياله الإجراءات القانونية وقدم للمحاكمة. ثم تم تسليم المقابل الإفراج عن عدد من المصريين المسجونين لدى السلطات الإسرائيلية. كان أهم الدروس المستفادة من القبض على إيلان جرابيل ضرورة أن يتمتع كل مواطن بالحذر في الإدلاء للغرباء بأية معلومات لها طابع السرية أو الخصوصية عن الأوضاع الداخلية للبلاد. طب هو الجنرال تعرض لمحاولتين اغتياله في 18 يوم. ثواني بقى. لما انت عايز تقتلني. نعم. وانا مش سهل. انا كيت. مدير جهاز، وغير كده سابقا غير انه كان رئيس اركان فرقة. نعم. مسك مدير المخابرات العسكرية. نعم. يعني انا عارف انت كيف تفكر. تمام. وحطي بالناحية العسكرية موجودة. تمام. ثم العامة. أوسع. دايرة عامة. نعم. فلما أجد محاولة قتل ليا ممن كانت، بس طبعا مش جمال مبارك. تمام. مش جمال مبارك. أنا بس بقولها يعني لله ولرسوله، برغم إن أنا بحترم علاء وأحبه عن جمال يعني. بس هو الجنرال له تصريح إن الإخوان حاولوا محاولة. ما أنا ثواني. أنا ما بشاورش على حد. تمام. يعني مش هشاور على حد، بينما أنا عارف طبعا مين. جميل. بس مش هشاور. لكن مش جمال. حضرتك بتتكلم عن المحاولتين بتوع يناير. تمام. فلما الاقي واحد واثنين وبأن يترافق معهم شيء معين يحدث، يبقى انا خلاص مرصود ان لازم الخلاص مني في اي لحظه. تمام. ابقى مش شديد الدهاء لو انا سبت نفسي، خاصه ان الجو العام ملغم وغير امن ولا تدري الخيانه هتجيك منين. نعم. انا شخصيا ما انا ضربت نار من فلاحين عندي. تمام. وجماعات يعني، وهم اصلا الخباين هم اصلا في جماعات الجهاد. نعم. ومش عارف ايه، هو زي ما يكون كان في خطه للخلاص من كل ما هو وطني. وطني. نعم. اخبار حضرتك. وعلى فكره ما كانش هينزل انتخابات رئاسه. نعم. اللي اقنعه واحد حبيبي، وهقول اسمه لان مش ما حدش هيعرف بعد كده، اسمه هشام علي. تمام. هشام بيه علي ده الوحيد اللي اقنعه وتنزل، حاجه لله ورسوله. نعم. حتى نفس عمر بيه كان يقول لك انا اديت شيء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واهل بيتي ووطني مصر. تمام. اظهر ما اظهرش، اموت اصحى، المهم ان شيء لله والوطن. تمام. طيب عشان الوقت بيجري مننا، ما انا جاوبت كده يا استاذ محمد. لا انا عايز برضه اسئله ثانيه عايز اجاوبها يا دكتور، معلش عشان دي النقطه دي فاصله اللي هي بتاعت ان انا الاقي نفسي صايد. تمام. يعني مصر، ولا هو عارف من الاول ان هو هيبقى مستهدف؟ لا ما عارف، ان هو كان معاه في ملف. فرق بين ان انا اكون عارف واخد احتياطاتي ثم افاجئ باختراقات للاحتياطات دي. تمام حضرتك. يبقى اذا انا مطلوب تصوير، وبعدين كل الاجهزه، الموساد موجود، السي اي اي موجوده، كله الام اي 6 موجوده، كله له مصلحه في ازاحه هذا الرجل. انا ليا صديق يعني اثق في كلامه بيقول لي لا هم مش محاولتين بس، هم اكتر من محاولتين. طبعا انا عارف اللي اعلن محاولتين بس. صدق. نعم صدق. ما انا بقى يعني للامانه. نعم. صدق. بيقول لي خلال السنه دي كانت يعني لو قلنا كل اسبوع في محاوله. لا هي تقدر تقول بالكثير خمسه يعني. تمام. ده معلوماتي. ده اللي وفق الوصل حضرتك. اللي وصلني يعني. طيب هل هناك فعلا من هو مات شبيه؟ بدليل ان العينات الحيويه من كليفلاند اختفت، 12 عينه اختفوا.
وكون الاختفاء برضو دي نقطه ما حدش بيتكلم فيها خالص. ما مين هيتكلم هو يعني حتى اللي بيطرح ان هو ايه اللي بياكد على ان هو مات. خلي بالك انت بتفتح ملف شديد الحساسيه يعني اخشى عليك. لا الله ربنا يحرسك يا رب امين. ومطلوب في الصمت اكثر بينما في اللي بيتحرك وخبر حضرتك. انما الاصل القاعده يا محمد بيه ان كثره الكلام نعم ممكن تجيب خطأ. فربنا له أمر نعم. وفي تقدير لأشياء وراها ناس أصحاب خبرة وحكمة عالية جدا 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 وكل شيء له أوان نعم. يعني كل شيء له توقيت وله أوان نعم. أعتقد اللي أنا قلته يكفي جدا بينما انا ما قلتش حاجه يعني حاجة. كل اللي انا قلته ده تقريبا يعني ممكن شبيه. طيب عشان بس يعني اذا يعني بص انا طلعت ثلاثه ده صدام كان عامل له 80 شبيه ماشي يعني لا انا لا بس انا في معلومه بتقول ان في واحد منهم توأمه ده فيهم حد في حد ممثل فنان يعني بس مش مشهور تيبيكال يعني عمر بيه مثلا وهو في الأربعين يعني نعم فانت ممكن على المستوى ده تلعب لا هو في يعني من ناحيه ان في شبيه لاكثر من شخصيه ده في كتير طيب خلاص يعني لا يعني ده حتى الرئيس السيسي نفسه في اول ترشحه انا متذكر لا وفي ناس مواطنين نشروا صورته وفي ناس وفي ناس شبهه كتير نعم وحافظ الاسد كان له واحد شبهه مارادونا اوباما ما فيش كلام يعني ده اللي اصدره للناس يعني وضع طبيعي يعني نعم. وضع طبيعي ما اللي يستهين بجهاز مخابرات محمد بيه ده يعني ايه يعني اسمح لي يعني رأي حبيبي فطوطه كان لما يلاقي حد كده مخل يقول لك بص ده يتعمل له طبق فته وملوخيه وبتاع ويقعد ياكل وينسى الدنيا يعني نعم. يسيبه من اي حاجه فده كان اقتراح جميل فانا بنصح برضو الناس اللي هي زي كده دي يعني بنفس راي فطوطه حبيبي تمام يعني. تمام طيب اخر سؤال ويعني عشان كلامهم كده جاوب للناس كلها في ناس بتقول يعني طيب ماشي هو عايش وجميل وكل حاجه وزي الفل طب ده هيفيدنا في ايه؟ ده رقم واحد وايه الدور اللي ممكن يعمله هو في الخفاء ده؟ ثانيا بتتكلموا عن راجل عجوز دلوقتي يعني هو بايدن سنه كام سنه؟ انا متوقع السؤال ده هو طبعا في حاجه للناس عايز تعرفها ان والله اعلم اقوله شهيد ما فيش حلقه انا بتفق فيها مع الاستاذ محمد على حاجه انا بتفاجئ يعني النهارده انا متفاجئ باسئلته ودائما وحتى لو قبلها بنص ساعه معايا بيقول لي احنا ممكن نتكلم عن كذا وكذا ببقى مش عارف الاسئله اللي جوه ايه يعني مثلا مش قاعد اقرا علشان اقول بعتمد على الذاكره الحمد لله والعمل الميداني فبايدن ايه رايك يعني ده وقله الادب اللي حصلت عليه من بعض الاعلاميين تقريبا يعني في اماكن كتير حتى في الامه العربيه نعم. الراجل العجوز الراجل اللي مش الراجل العجوز مش شايب الكل نعم وعماله بيعمل حاجات غريبه تمام وادي فض افغانستان وعماله بيسحب بطاريات صواريخ من هنا وحتى من السعوديه وحتى هيوديهم فين تعتقد هيوديهم فين يعني هو امريكا كده تدخل وهي عارفه ان هي تخرج من افغانستان هيشتبكوا مع بعض طب وهيفيدنا ايه هو في خفائه ده ألف حاجة ممكن أعملها وأنا خفي أفضل مما أنا ظاهر تمام هو مش لازم أعلن يعني منين أنا اختفيت هل في جزء حماية النفس طبعا نعم إنما في جزء قطعا في أشياء كثيرة يعني نعم في أشياء كثيرة بس إذا تكلمنا عنها طب ما يبقى تمام. اسمح لي يبقى اختفى ليه بقى طب هو بره مصر ولا جوه مصر لا بره جوه مصر إزاي يعني نعم يعني تمام. يعني والله يرحمه طب الخفاء يعني خفاء مش شيء اخر بس في ناس مثلا يقول لك ايه فلان غاب عن المشهد يبقى ده خفاء لا ما هو بيظهر برضه الخفاء يعني مفيش ظهور نهائي ده المظبوط والله بص هقول لسيادتك هو مهم جدا نتعلم من العدو تمام اخطر عدو على البشريه ابليس خفي وصلت تمام فأقوى ما تحارب به العدو الظاهر والباطن استخدام نفس تكتيكاته بس بما لا يتوقع
بما لا يتوقع. نعم نعم تمام. طب من واقع دكتور برضو رصدي للامر يعني في السنين الاخيره دي بلاحظ ان الاخر بيسعى لثلاث اسئله ما لهمش رابع: امتى، فين، ليه او ازاي. فهل حضرتك متفق مع الثلاث اسئله دول؟ ماشي، بس ما يعني انا لو معايا معلومه مش هجاوب. نعم يعني اسمح لي، يبقى انا ما اتعلمتش حاجه في حياتي. تمام. يبقى لا كان ثانوي عسكري ولا كان القسم العبري العظيم اللي هو دك اسرائيل كان سبب دكها بان احنا نعرف اعيادهم وخباياهم وتفكيرهم وكل شيء، واللي بنسبه مليار في الميه هيكون احد معاول هدم هذا الكيان. نعم. يبقى انا ما اتعلمتش حاجه. تمام. ولا بقى العميد محمد حسن داود رباني على يعني ايه كتمان السر، ولا بعدها التطبيقات مع الفريق التهامي وغيره وغيره، اسامي اقولها تهز الارض. تمام حضرتك. تهز الارض وكلهم يقول لك ده ابننا المقرب، يعني الحمد لله. الحمد لله يعني. رب العالمين. فالسر يبقى سرا يا محمد بيه. نعم. عشان كده ربنا يرحمه. ودي الصحة. يا رب. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله، فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها. أرجو أن أنا أكون وفيت بوعدي أن أنا اتكلمت في أمر حي ولا ميت. أما بقى صاحب الصحابي غير كده، ده ان شاء الله لما يجي نناقش امر علامات صاحب مصر وصحابي مصر وتفاصيل هنخش في تفاصيل اكتر واكتر. احنا النهارده بس حبينا نجاوب على فكره حي ولا ميت اللي كتير من الناس للاسف يعني كله بيهبط فيها، يا اما بغرض البروباجندا عشان يلم ناس تتفرج عليه وتسقف له على الفاضي، او ما اكثر يعني هو بقى كاره، هو مدفوع، هو مزقوق، هو كان وضعه ايه. فاعتقد كده احنا جاوبنا على اسئله كتير كانت بتدور في الاذهان وبتحير الكثيرين، وباذن الله في تفاصيل زياده زي ما قلت بس في وقتها باذن الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.